وقل رب زدني علما عرش سبأ الله اعلم لكن هو قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاه والسلام قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بي قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده هنا الجني او العفريت من الجن قال انا اتيك بي قبل ان تقوم من مقامك وقالوا مقامه كان الضحى يجلس من اول الضحى تقريبا الى قريب من الظهر هذا مقامه يعني خلينا نقول ساعتين ثلاث ساعات يجلس للناس يستمع اليهم احد عنده شك وهذا مقامه قال انا اتيك به قبل ان تقوم من خلال ساعتين عندك يعني فجاءه الرد قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف قيل إيه ان الكلام موجه الى سليمان وان الذي قال لسليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك هو رجل انسي اسمه اصف قال لسليمان انا اتيك يقول هذا الرجل كان يعني من أولياء الله وأنه إذا دعا استجاب الله له فدعا الله فأحضره مباشرة والله أمره إن إذا أراده إذا يقول له كن فيكن وقيل إن الذي قال هو جني مسلم جني مسلم لما قال العفريت لأن العفريت كافر العفريت كافر كفار الجن فقال جني مسلم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنا أقوى منه يقول له وقيل إن جبريل نزل من السماء يرد على هذا العفريت وقال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد لك لا يغتر أن هذا بقوتي أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك هذه ثلاث إجابات وهناك إجابة رابعة أن الكلام موجه للرجل للجني وأن الذي كلمه هو سليمان أن سليمان عيسى كان يختبرهم فقال أيكم يأتيني بعرشها فقال هذا العفريت انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك فرد عليه سليمان عليه الصلاه قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يعني سليمان هو الذي جاء به والعلم عند الله تبارك وتعالى ما في شيء ثابت كلها احتمالات